مساء الخير. هاي المرة الثالثة بنطلع نحكي عن الموسيقى، نحكي عن موسيقى أكثر، نحكي عن ظروف كتابة بعض الأعمال الموسيقية. وكما قلت لكم السبب إنه حابب إنه أنا أحكي عن موسيقتي لحتى تتفهم بعض الأمور مثل ما أنا بدي إياها، بعدين بس يجي وقت تتأول الأمور يكون في أقله في كلامي أنا موجود بهذا الموضوع. حنحكي اليوم بعض الأمور بناء على بعض الأصدقاء أسئلة حابب كمان جاوب عليها، لذلك حيكون الكلام معمم من ناحية، ومن ناحية حيكون للطلاب التأليف الموسيقي عنا بالوطن العربي اللي حابين يعرفوا بعض التفاصيل. نحكي اليوم عن كونشيرتو البيانو. يعني أول شيء نحكي عن مبدأ مفهوم التسميات والأشياء اللي هي بتهم كتار قبل بنحكي عن تاريخ كيف أنا كتبت الكونشيرتو وليش كتبت الكونشيرتو. الكونشيرتو البيانو بشكل عام هو قالب موسيقي نحن بنسميه قالب غربي. من هون بيصير في عنا نوع من التحفظ عند البعض إنه ليش غربي، قالب غربي يعني إنه بعيد عن الشرق، بعيد عن تقاليدنا. مش ضد مش ضد إنه يطرح هيدي الأسئلة، بس بدي أوضح شغلي إنه الزمن ما بيوقف مطرحهم. وصراحة أنا صار في عندي كتير حساسية بالنسبة لهذا الموضوع، مرات بكون أنا عدائي أو عدواني مش عارف شو الكلمة اللي تلبق أكتر، لأنه شبعنا نوضح للبشر، شبعنا نوضح للناس اللي هني بيعتبروا حالهم بيفهموا واللي رايحين ودارسين وقارين كتب، وهالكتب مش هني مخترعينها ولا أنا على الطاولة اخترعوها جد ولا خال ولا عم اللي قبلهم. هو دي كتب مترجمة وتعلم هو ثقافته من هالكتب. نحن نفس الشيء كموسيقيين ما بدورنا ننسى ثقافتنا، بس الخطأ انه ما نعرف نستخدم الثقافة بالإطار الصحيح. كونشيرتو هو قالب موسيقي، صحيح قالب موسيقي، ولكن شو بيفرق كلمة القالب الموسيقي بمفهومه التقليد العربي ومفهومه التقليدي العالمي أو الأوروبي؟ إذا قلنا قالب السماعي مثلا، متصور هلأ كتير حيكتبوا لي شو قالب السماعي، بأربع أسطر بيكتبوا لي قالب السماعي هو خاني كذا، خاني اثنين، خاني ثلاثة، خاني أربعة، تتغير فيها السرعة، بكون إيقاعه اللي هو إيقاع السماعي 10/8، واضحة. عدد الموزير 4 موزير زائد 4 موزير زائد 4 موزير، كل مرة بتغير المقام، ممكن يكون راس يصير بيات، بعدين يصير غزام، بعدين إذا نوعنا شوي الخانة الأخيرة ممكن فيها سرعة مختلفة، زمن مختلف. فإذا مباشرة بخلال كلمتين ثلاثة حطيناها بالمصدر القالب السماعي الأصيل هذا، معناتها إنه نحن ما عادش في عنا مجال إنه نطلع من إطاره. ماذا سمينا القالب؟ يعني خلص قولبنا فيه. أما مفهوم القالب لأي عمل، أي قالب موسيقي، وأنا بدي استخدمه بدي أسميه قالب موسيقي، موسيقي بالنهاية مثل ما حكينا مثل الماضي انه انا لبناني، اهلي لبنانيه، وانا بعرف قديش في عندي يعني شجره العيله كثير اسم الله مندوده لورا. ما حدش بيقدر يشيل لي انا انه انا مني لبناني، انا لبناني وعربي لورا، بعدنا شوي كمان. بس القالب البيانو قالب الاوروبي مفتوح، مفتوح للفانتازيا، للابداع، لعدم التقوقع. قالب البيانو هو صحيح حركات، قالب الكونشيرتو بشكل عام 3 حركات، ولكن بتحدى حدا من كل اللي درسوا موسيقى، بتحدى حدا يجيب لي نموذج واحد يكون يشبه نموذج الثاني، كان بعدد الموزير، كان بالتوناليتي، كان بنوع الموتيف، كان بطريقة التصاعد الدرامي، كان بطريقة التصاعد المادة الموسيقية. مستحيل نلاقي هذا الشيء، مستحيل نلاقي إيقاع ماسك ولقط. ولكن في عنا ألوان مثل البشر،
هاي القوالب المتحررة. من هالمنطلق أنا بسميه قوالب كونشيرتو، ممكن أسميه موسيقى للبيانو مع الأوركسترا، أو موسيقى فيها بيانو. بديش حتى نربط حيلنا، بس نحن حطينا أنه أنا بحب التسميات، أحلى ما أعمل تسميات كذابة وما تسميها أعرف شي كلمة هيك عاطفية قومية والناس تتشد عليها وبلش يكتبوا عنها بالصحف. ما بعرف مثل ما لقينا لنا شي قصاصة حجر بشي مغارة من غيرنا وقلنا هيدي الموسيقى ما هونيك مكتوبة أنا عبترجمة نكذب على البشر. كمان ناحية ما بدنا إياها. نرجع فطل قيل الكونشيرت، قيل الكونشيرت اللي أنا كتبته هو فاتحة كبيرة على أفكار الموسيقى اللي نحن البناء عليها. شو هي الموسيقى البناء عليها؟ أول شيء المناخ المقامي، مناخ السمعي. مناخ السمعي برجع للموضوع المقام، المقام مش بس حجاز الكورد ومينورو ماجور بسموهن هون نهواند وعجم، لا 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 أكثر من هيك. مثل ما هربنا من التربيع باللونيك، هربنا من حصد المقام بثلاثة أو أربعة. مثل ما حكيت مرة الماضية إنه هذا المقام في عنده إمكانية يتشعب مثل الذرة تنتج منها شيء، مثل الفيروس، مثل البكتيريا مش مثل الفيروس. وهذا المبدأ اللي أنا طبقته بهذا الكونشيرتو. هذا الكونشيرتو ما فيش موتيف، ما في مفهوم موتيف الأوروبي اللي نحن بنعرف. في مادة آخرها بيظهر منها مادة أخرى، وهذا بيظهر منها وحدة تانية وحدة تالتة وحدة رابعة، بس كله بنحس البعض بتشوف سلسلة متعلقة متكاملة تلقائية السرد. وتلقائية السرد هذه بترجع للمبدأ العربي بالارتجال أو بالغناء، بس واحد يغني أو ينوح أو يبلش يقول أوف 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 عن ألم وكذا، هذه يعني حرية. هذا المبدأ اللي هو إجا عندي بالكونشيرتو، مفهوم التسمية للكونشيرتو. ضروري يكون في موسيقتنا تسمية للكونشيرتو، ما حدا منا حدا يمنع أو يحط، يعني إحنا مش بزمن أو ممكن نرجع لزمن ديكتاتورية يمنعونا، ما بعرف والله. بس لحد هلا كتبناها وما ما ما غصينا بالموضوع، ما صار شيء، ما صار عنا أبدا. هلا ممكن الخطأ إنك تعمل كونش تقلد بيتهوفن مثلا أو تقلد رحمانوف أو تقلد ما بعرف مين، هذه الخطورة. نرجع لقصة الكونشيرتو. أنا كيف بين عندي ليش كتبت كونشيرتو للبيانو؟ أصدقاء أساتذتنا الكبار أستاذ مارسيل خليفة اللي هو آمن بآمن إنه نحن بيطلع منا موسيقى، بيطلع منا شيء، واستمرت الصداقة كتير ضمننا نحن بمجموعة الميادين، أثرنا بمارسيل كتير. بدو مارسيل مرة بترفين لي بيقول لي عبدالله رامي ابني عم يدرس بالجوليار سكول والسنة هاي وحابب يكون بمشروع التخريج يعزف عمل موسيقى عربية أو لبنانية، إذا ما عندكش منها تكتب له شي قطعة للبيانو شي كونشيرتو. قلت له أنا تلبكت بسرعة لأنه أنا من ناحيتين، أول شي كونشيرتو للبيانو ونقطة، واثنين رامي ما بعرفه. رامي كنت انا اعرفه وقت كان عمره اخر مره شفته قبل وقتها كان عمره 11 سنه، حضرنا له حفله او 12 سنه بزحله، وحط انا وياه هالولد وشفته لشو عم كان عم يدرس، كان بايده بتصور ليجيتي او شيء هيك يعني، حتى بيقول لي هيدي شو عمو هذا شو فيك تعرف هيك كمان. انا طبعا ضربت هالكلمه شفت قلت له اللي جيت هلا هو انبسط يمكن من هيدا، بعرفش اذكر هالموقف لا عنده هيدا. كنت كل بعرفه عن رامي، بس انا ما بعرف انه رامي بيقدر ينفس كونشيرتو يعني اكتبه بيعجبه او ما بيعجبه، ما بيعرف يعني، ما بعرف كيف بيفكر رامي وكيف هو امكانياته كبيانيست ناضج يعني. قلت انا قلت له اوكي، بس انا حكتب كونشيرتو على اساس انه هذا الكونشيرتو راح اكتبه يعني مش متعلق
إنه بيقدر أو ما بيقدر. إذا قدر يعزف فرامي بيكون شغلة كتير منيح، إذا ما قدر إذا يعني شغلة عادية ما فيهاش مشكلة. قال لي لا 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 بيقدر له صعب صعب. لذيذ مارسيل هيك عنده حماس. قلت أوكي. هلا السؤال الثاني إنه أنا بدي أكتب كونشيرتو للبيانو، يعني أرعب من هيك. شو بقوله هلا درجة هاي الكلمة بعدين بتذكروني فيها، يعني أكثر من هيك خوف هلع. إنه أكتب أنا بي كونشيرتو للبيانو بزمن ما دل شيء للبيانو ينحط أساسا، يعني بعد موسيقى القرن العشرين ووصلت أعمال كونشيرتو للبيانو لذروتها بالجمال وبالتقنية وكل شيء. ولو رجعنا شوي للعصر الرومانتيقي وشفنا سلاسة الأداء على وكتابة الآلة، ارجع أنا أفكر أكتب لهك آلة. وأنا من بيانيست يعني بتخصصي، أنا كومبوزر بعزف بيانو ضمن الإمكانيات اللي نحن بنعرفها. وحتى ما كانش بيانيست أنا وصغير، بيانيست بعدين بتطلع التخصص صاروا والناس بقول لك لا الكونشيرتو لازم يكون تحت الإيدين وكذا ومريح. وهون صار في عندي تحدي كبير إنه أنا أكتب هذا الكونشيرتو، وابتليت أكتب فعلا هذا الكونشيرتو. بدي أقول صراحة إنه العملين اللي بحياتي اللي أكتر شيء أخذوا مني تعب ومجهود هي السيمفونية الأولى، أخذت معها سنتين شغل، وكونشيرتو البيانو أخذ معها سنتين شغل. والإمكانيات لحتى أكتب كونشيرتو بأفكار معاصرة بدي أرجع أنقلها على الكمبيوتر، كان أول ما طلع كنية الكتابة يعني نمن نكتب على الورقة ونرجع ننقل على الكمبيوتر. فبقى في محلات بدي أكتب جليساند وما بعرف شو حركات تقنيات للآلات اللي هي الكمبيوتر ما بيعرفش يكتبها، يعني ما بيها مش بس هيك، حتى الأكورد بتكتبه بتسمع خمس أصوات مثل بعضنا أو أربع أصوات مثل بعضنا. كان في عندي مشكلة إنه أعتمد على السمع من الكمبيوتر بقل ما أعتمد على سمع الداخل بالكتابة. كتبت الحركة الأولى وكنت كتير عم بتعب لدرجة إنه يعني بصير في عندي ديبريشن اكتئاب كتير، يعني بحس حالي إني أنا جسدياً تعبت، ما عادش فيه يكمل، ما عادش فيه راسي على طول مشغول، راسي على طول موتر، على طول براسي هالأشياء اللي عم تتويتر. خلص الموسم اللي عنا يعني خلصنا ورحنا سافرنا بالصيف. كنت كتبت الحركة الأولى من الكونشيرتو، ضاع مارسيل، ما عاد بين مارسيل. اجت آخر السنة وما قال لي مارسيل إنه مثلا يلا يا عبدالله وين صرت بالكونشيرتو قريب رامي. هيدي أول شغلة، أول نقز نقزتها أنا، بس ما نقزت من هالموضوع، قلت خلص على شغلة حلوة يعني ابتليت فيها. المهم بين مارسيل، وكانت ايام زمان مش دغري على طول يعني واحد بين مارسيل وبسطنا. قلت له مارسيل انا هون بلبنان ومثل ما حكينا جيب لك شغله حلوه. قال لي والله عن جد. قلت له مزبوط. طبعا مارسيل طلع هو ورامي وبشار ويولا لعندي على الضيعه. طبعا يعني جو الضيعه عندنا حلو كتير، صنوبر ورواق. بعد شوي حكي عن الرواق كيف بهالكونشيرتو في رواق. مهم بس فتنا يلا يا عبود تنشوف شو بدنا نسمع. عجبت مسجلة، أنا مسجلة على كاسات لأنه كان بعد أيام كاسات يعني حطيت هيدا عليك على كان سنة 2001 2002 2003 عفوا 2002 كانت حطيت التسجيل وعلى النوات السكور الحركة الأولى الجزء الأول، وبشوف ردة فعل مارسيل ورامي وبشار يعني مش معقول شو لذيذين يعني. وبعدين رامي عنده عبقرية مش عبقرية، بس تحكي معه لرامي تعرف انه قداش في عنده ذكاء مش طبيعي يعني. يعني بس تمر لحظات بالموسيقى يطلع فيه هيك يتبسم انه فهم شو قصدي انا، هنحكي عن شو الموضوع. مهم خلصت هيدا، قال لي عبدالله لا لازم نحتفل نطلع، وين في عمكن هم نطلع ناكل بعرف شو. قلت له لأم ناكل هون، جانا طلعنا على حمانة وأكلنا وفي صور نزلت وقت أول يوم، وكانت أميمة معنا بهذه الجلسة، أميمة الخليل. طلعنا سفرنا كملت الجزء الثاني من الكونشيرتو اللي هو من حركة الثانية والحركة الثالثة. علقت معي، بطلت تطلع عندي أفكار، بطلت أعرف شكي بدي كمل يعني. وصلت لقبل الأخير بشوي وخلصت. بتصل فيي رامي بيقول لي
شو استاذ وان صار شو صار بالكونشيرتو؟ قلت له يا رامي هلا بعمل الكادانس. قال لي وشو افكر؟ قلت له الكادانس كله الاوركسترا كلها سوا بدها تشتغل بيانيسيمو يعملوا شيء ايقاعي ناعم ناعم ناعم، والبيانو بده يعمل مونو اوتوماتيك يعني اصبع واحد او لحن واحد مونو يعني ما في لا اكورديه ولا في شيء ابدا. قال لي حلو والله وانا شو عم كذب عليك بالصراحه. كنت طلعت براسي هيك وكذبت على هالكذبه هاي، هلا كذبت على هالكذبه هاي ورحت بلشت حققها على البيانو. وكانت من اروع ما كذبت على موسيقي عظيم اللي هو رامي خليفي، قلت له انه هيك هيك وفعلا هيك صار. هلا نرجع للكونشيرتو، شو اللي صار؟ شو في افكار بالكونشيرتو؟ الكونشيرتو مثل كل الموسيقي اللي انا بحب حط يعني لغتي الموسيقيه موجوده بلغتي، يعني انا مش عم ابتكرها ولا عب يعني اعصرها ولا عم بالغ انه يا بطاط حتى نشوف، لا انا هيك بكتب وبيطلع. بعدين انا بصير بحل الاشياء اللي انا عملتها بلاقي اوه والله حل منيح يعني اوكي برضى عليهم، او شيء ثلاث اربع اوراق بكبهم او بعمل لهم ديليت او شيء حسب. كونشيرتو البيانو مكون من ثلاث اجزاء، عبدالله المصري مكون من ثلاث اجزاء. الحركه الاولى اللي هي مدتها تقريبا 12 دقيقه، الحركة الثانية اللي هي مدتها 3 دقائق، والحركة الثالثة اللي هي مدتها 14 دقيقة. طبعا مع تفاوت الوقت ممكن أكثر شو ممكن أقل يعني، بس أبعطي بالراحة بتكون هيك. لازم نلاحظ أن الحركة الثانية اللي هي جاي تحديدا هي دقيقتين، حتى كمان دقيقتين بس. هنحكي عن لغة الصمت اللي دكتور وسام جبران صديقي مؤلف الموسيقي جاب سيرتها مرة، أنه لغة الصمت هي لغة موسيقى الصمت كيف نترجمها أو كيف ممكن تكون موجودة. وهذا الشيء أنا بتصور بقدر لكم أنه موجود بكونشيرتو البيانو بالحركة الثانية. بس قبل ما نوصل هون خلينا نستعرض شوي بعض الأفكار بالحركة الأولى. الحركة الأولى أول شيء دخلت الهارب والآلات الوترية عم بيستعرضوا سكيل يعني من السي للسي أوكي. اللي بدي أقول إنه هون إذا بنشوف النطاق اللي بيعرف بمنظومة سيريال أو الموسيقى السيريالية أو تسلسلية أو نسميها، بنلاقي هاي المقدمة هي فيها تسلسل معين لمعظم مجموعة نغمات. الغريب إنه عاملين نكهة الحجاز من نفس واحد، اثنين عاملين كلاستر اللي هو من صفات الموسيقى المعاصرة للقرن العشرين، وثالث شغلي طلع تونالية طلع يعني فيها نوع من انه كأنه عبزن لحتى عمل شيء له اساس. يعني هذا مش اساس، هذا مثل الدخلة. حسب معكم شوي من البداية كيف هي هذه القصة، كيف نسمع كيف طلعت معنا.
توضح بعض الشغلات. إذا لاحظت إنه مقدمة زنة وسلطنة سلطنة مثل كأنه واحد ماسك إير كلاود عم راري راري تراري راري تري تيرا وبس ما كملنا بارتجال معكينا على يعني نشفتنا بغنيتين وقرينا جريدة عليها. لا هي الغاية إنه هيدي لهجة الارتجال اللي هي موجودة على الزنة كمان اللي جاي من 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 إحساسنا نحنا يا أخي. نحنا بس حتى بس يكون واحد ما بيعرف يغني بيحط الكمانجا أو ما بعرف الرباب وبزن وبيغني. لذلك عادي يعني شغلة تلقائية. بس مش التلقائية إنه كيف هيدي اللحظة هاي تطلع بصير كلاستر بالآخر بصير في خرمشة بصير في أذى سمعي بعدين بلحظة بيرجع يرتاح بعدين ترجع بتفوت موجة تانية. بدي أقول إنه نحن بموسيقتنا هذا الشيء ما كانش موجود. نحن بموسيقتنا كانت على طول أو نبكي أو نرقع كاسة عرق وننط ونهيص وما نعرفش عن السابع أو نحط طرابيش ونمشي باللهجة اللي كانت ديرش. واعذروني انه تتحول الموسيقى الاحساس الضياعج اللبناني لحاله دراماتيكيه تتدون بلغه يفهموها المعاصرين ونفس الوقت تعطي صبغه محليه ما كانت موجوده. اسمحوا لي ما حدا قال لي لا كانت موجوده. حتى اذا اجت اكتشفوا لنا شي شغله ما يربحونا فيها جميله مش موجودين ابدا موجودين تاني ولكن مش بإطار احترافي مش بإطار كونشيرتو مش بإطار عمل تبعته على اليابان بيعزف لكن بتطلع. لا مش ناطرين نحن عازف واحد يجي يرتجي لي حطه بالطيارة معه ياخده جاي لأنه بيعزف عالناي حلو. لا أي واحد بيقدر أي واحد بوصل ألمك يا لبناني أو يا عربي لآخر الدنيا بلهجتك انت وبيفهموك انك انت فعلا مؤلف معاصر وعندك تقنيات الموسيقى المعاصرة ولكن منسيت وطنك. تحياتي مزاج. بدي اقول شو في اشياء بهذا بالحركة الاولى مثلا اشياء اللي هي مش موجودة بالاعمال الموسيقية لا العالمية ولا بالاعمال الموسيقية العربية. موضوع تفاعل كيف انا استخدمت بعض عناصر الموسيقى يعني أسرار أكشف لكم بعض الأسرار. بالحركة الأولى مثلا حتشوفوا التيمة اللي هي مكونة اللي تكون التيمة من لحظة اللي هي الفرنش هورن بيقولوا اسمعوا الفرنش هورن بيقول تيمة بسيطة عليها بتبنى مش تيمة يعني جزئية لحنية حتى موطيف قلت مش هسميه لأنه كلهم بيعدوا بعضهم بيطلع منهم شيء تاني. اسمعوا او غنية المهد او هذه الهز التلوين اللي هو اساس ببداية الجملة اللحنية اللي هي يبتدى فيها البيانو لحاله استمرت للاخير وبعدين شوفوا كيف اخذت منحها يعني اللحن اللي هو منها ظهر منها هاي تارا را 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 شوفوا كيف وسع شوي
وصلوا هذا التيمة أخذت وظهر منها موتيف تاني موتيف تاني أو جزئية تاني وجزئية تالت. بس إنه كيف هذا البكاء بتحول بتكون منه جملة بتكون ثابتة مرات بس يقولها الفرنش هور بس يقول الفرنش هور واضحة كتير عند الفرنش هور نفس اللحن يعني حصل معكم إياه المطرح بس اللي بدي اقول انه هذا اللحن لحتى يوصل لذروته في فوقا مخبايه بست او سبع اصوات رح سمعكم اياهم لحالنا اول مره رح تسمعكم اصوات لحالها كيف كيف بتحكي على خلفيه عم بقول البيانو اللي عم يبكي البيانو عم يعني عم يغني ولكن مرتبط باشياء تانية يعني في شيء عم يصاحبه عم يعطي نوع من التشويش الروحي والتشويش السمعي اللي هنا بالاخر بتلاقي حالك انت حتنفجر ولكن الانفجار بيتم وبصور هدوء مش طبيعي يعني ما بعرف كيف بدي اسميها هيدا اللحظه على طول انفجار بخليك انك انت رحت لعالم اخر ما بدك ريق ما بعرف انا على طول بسميها هيدا الموت يمكن هو الموت هو الحل الوحيد لحتى تطلع تتنظف من كل هذا اسمعوا كيف عبرت عنه او مش عبرت عنه كيف هو هذه تقنيه لطلاب الموسيقى يسمعوا تقنيا شو صار بهذا الموضوع وبعدين حنكمل شوي هذا كله على خلفيه البيانو على فكره هون عم يعزف البيانو كيف حيكونوا مع البيانو اسمعوا كيف حيكونوا مع البيانو نقصكم معلش السابعة تقريبا من كونشيرتو هذا الزخم الاوركسترالي اللي البيانو ماشي فيه عم وصلنا لحالة انفجار معين ولكن هذا الانفجار ما بيتشتت مثل كأنه العناصر الأساسية اللي هي شوشت عليها طلعت بنقاء بالآخر يعني هذه نقطة فلسفية بالبناء الموسيقي إذا كان حدا بيسألنا عن شو الناحية الفلسفية هاي الناحية الفلسفية بتقول إنه العناصر اللي شوشت
ببناء هذا الجزء اللي هو طالع بألم بصراخ، بينفجر لحاله، بيطير لحاله بجمال، بيطير لحاله بهدوء على أصوات فيها إيقاعات، والوتريات تعمل شغلات تانية. بدي أقول إنه ما في عنصر بيجي بالصدفة، ما في نوتة بتيجي بالصدفة، كله مستمر، كله بيلحق بعضه، كله بيتعمل. أنتوا بس تسمعوا العمل لحاله حتاخدوا انطباعات كمان. كمان وضح نقطة تانية بالنسبة للاستخدام بالنسبة للحركة الأولى، المادة الشعبية، استخدام المادة الشعبية بال أو عناصر الغرابي، إنه في نوع كان سخري كتير استخدمت ملامح من تلميحات نمط رحمانينوف بالأكورديت، لأنه في ناس بيقولك أوه ها رحمانينوف هون رامي وقت اللي وصلت لهي اللحظة طلع فيه هيك، قال لي أنت شيطان يا مايسترو، مسخرة مش هيك؟ قلت له طبعا مش مسخرة، بس أنت بلحظة بتحس بدك تتبسم يا أخي، أنت عم تبكي بس أنت مرات بتفجر بالضحك ما بتعرف ليش. وهيدا جزء من الـ من الـ درام الكتابي أو صدق بالكتاب. مثلا حسمعكم هيدا الموتيف، شوف هالموتيف اللي هو بالحركة الأولى، طبعا هون مش واضح كتير، رح أسمعكم قبل وقت اللي ببلش هذا الموتيف اللي هو ما في شيء، بس هو تكاتو تكتي تكتي، يعني إيقاع. ساعات بيكون في عندك انت كعازف بكتك 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 بكتك، ما في شيء، ما في لحن، ولا فجأة بيتحول لجزئية واضحة أكثر من هيك ما بصير، بام بارارام بام بارارام بام بارارام رحمن تيريريريري، وحجاز نازل. انه كيف انا كنت هون فيها كثير من الفوضوية، ولا فجرت وعطتني حالة من التفاؤل وحالة من الميلودية اللي بحسه شرقي شوي، أساس من شرقي هو كله شرقي يعني. بدي أقول إنه هيدي النواحي هيدي بالبناء ما بتكونش قصدها أنت كمؤلف، أكيد بيطلعوا بعدين، أنا بقدر بحكي لكم عنهم وبنحلل عنهم. طيب بعد ما تيجي هاي الموجات هيدي حكينا وضح لكم بعض الأسرار، حلفت لكم نظركم لشغلة بالحركة الأولى كيف تيجي عندي أنا ما كان عم بحكي عن 2002 قالت الكلارنيت التركي اللي احنا بنعرفها هلا لعازفين الكلارنيت الشطورين الحلوين او مبدا النعي، قالت الكلارنيت هذا المنطق هذا اللي انا اساسا بيعمل لي حساسيه بحبوش، برغم ان اصدقاء كتير في عندي اصدقاء بحبوا الاله هاي وبيعملوا انا ما كنتش، ولكن بهداك الزمن بهداك الوقت ما بتتخيلوا انه انا حطيت قالت الكلارنيت بهذا الشكل، مش بس حطيته بهذا الشكل، حطيت انه بهذا الجزئيه البيانو عم بيعمل كل شيء، عم بيعمل حجاز واضح على اصوات كلها تنافريه، ما في نوطه واضحه، كله نشاز، ولكن بس تسمع كانه في نعي شرقي نعي عربي يعني، عرفت كيف؟ اسمعوا هذا المطرح. عليكم نسمع بس البيانو لحاله شو عم بيقول، كلها سكوندات مع بعض يعني، كلها نشاز، اصوات نشاز،
ولكن مبنية على مناخ حجاز، مناخ عربي، مناخ حجاز لبنان إذا بدنا نسميها. مشي عم يبكي، يعني في بكاء، في صرخ، في صرخه كثير عم بتصير هون. البيانو لحاله ما بتعرف مع الاوركسترا شو عم بيصير معه. اللي بيقول انه هيدي اللحظه معه نفس اللي اذا بنحللها كلحن بيطلع عندي ميلودي واحد بنفس الوقت. مشت معه ثلاث آلات او اربع آلات كانوا عم بيقولوا عم يندموا معه او عم يبكوا معه، اللي هن الكلارينات اللي حكيت عنه، الكلارينيت الشرقي اللي كان مش موجود ابدا ابدا، اول مره بتصور بيظهر بالطريقه هذه عند مؤلفين توجههم كلاسيكي. ونشوف كيف طلع عندي الكلارينيت والفاجوت والكورن انجلي عم تتابعوا. كله فارغ كأنه واحد عم يرتجله بنرم مكتوب نوتة نوتة. في ناس بيقولوا له شو عم يرتجله جماعتك بالكتابه، انه لا هذه مكتوبه نوتة نوتة وبصعوبه تنقرها. بس الكونتراست الثالث وين؟ الكونتراست الثالث مع هالارتجال الفارغ هون في ايقاع واصل كأنه يعني كأنه قالت ما بعرف تهديد بده يصير او شيء، انفجار، حيصير في انفجار. هذا الانفجار بيتم بالاخير بيتم بزلغوطه، والزلغوطه عنا بلبنان كل الناس بيعرفوا، بس واحد يزلغط بلبنان او بيكون في شغلتين كل اللي بيعرفوها، او حدا مات بحبه كتير كتير بزلغط له، او عرس قمه المشاعر هي بالزلغوطه. طبعا الزلغوطه عندي انا حطيت بعد وصلت، والانفجار احد الانفجارات بهذا الكونشيرتو هو الانفجار، يعني هي الذروة الأخيرة بالحركة الأولى. ظهر عندي هيدا وظهر عندي موتيف مخبى وقطبة مختفية، لحتى إذا حدا يسألني بعدين إنه هذا الكونشيرتو كتبته لرامي خليفي. ورامي خليفي سيمبول تبعوله هو مرسل خليفي. مرسل خليفي عنده قطعة اسمها رقصة العروس. رقصة العروس والزلغوطة اللي موجودة هي كان جزء من هذا الانفجار بالأخير، انفجار عنيف. طبعا مش حتسمعوه هون لانه كله مش حطوا الهيدفون بعدين اسمعوه. هذا بالدقيقه تقريبا بالدقيقه 11 10 11 هذه الذروه هاي، بس حسمعكم اول شيء الزلغوطه لحالها كيف هي طالعه. مرسل خليفي اللي كانت هي السر المخبى بهذا الشغل. اسمعوها، لازم كل تعرفوها، كتار بيعرفوها. ترجمة
هذه بعض الأسرار اللي حكينا لكم عن الحركة الأولى. الحركة الثانية نرجعنا الدكتور وسام جبران اللي هي جرسية الصمت. الصمت بالموسيقى العربية موجود بنماذج كتير أظن. الصمت موجود بس أخذ الناي أنا أطلع أعزف بالناي بشي وادي هيك بعيد ما يكون حد مني حدا. وأصدق شيء كانوا يقولوا هالكلام هن اللي بيروا على الخفين مش ناطين حدا يسمعهم ويطرب ليله، ولكن كانوا يستمتعوا بهذا الهدوء اللي هو موجود. بس هالهدوء بحد ذاته غير انه بتكمل أصوات الطبيعة كانت تكمل إلي موسيقية هذا نحن. بيّن الصمت بفن الأخوان الرحباني بغنية بتعرفوها اللي هي وينون وينون دغنتها فيروز مسرحية ناطور الفتيح بتفضى الشوارع وموعد في حدا بصوت غني هي وينون وينون والصدى بيجي وبتكرر. فإذا هذا هون في صمت وفي موسيقى بنفس الوقت. الحركة التانية عندي أنا مش حسمعكم إياها لأنه لازم تسمعوها أنتوا لأنه كمان فيها بداية المنظمة مدة دقيقتين مش عن شيء أبدا ولا عن أي شيء. ما بالله قادر أمسك لا لحن ولا ميلودي ولا موتيف ولا شيء. في مزاج هيك عبيحطني بحالة انفرادية خليني أنا أفكر محل. هيدا كله سميته الحركة التانية. ليش سميته سمينا حركة ما سمينا إبيزود ولا شيء؟ لأنه القيمة القيمة شو بدي أقول الدراماتيكية والقيمة قيمة النتيجة من هذا جزء مثل الجزء الأول والثالث. طبعا رامي أدي بطريقة رائعة جدا. الحركة الثانية ما بعرف كتير طولنا بالحكي بس مضطر نحكي من يعني ما فيكم إذا بحب يعني على حقكم. بدي أقول الحركة الثانية راح سمعكم باللحظة بالدقيقة 22 بالحركة الثانية عن تقنية استخدام الآلات. هذا اللي بيفكر انه كتابة الكونشيرتو هو مجرد كمبيوتر وزعهم بغلط كتير كتير. حاوريكم بس مطرح واحد كيف آلات الخشبية بتشتغل حرطقات غريبة عجيبة. يعني ثمان آلات عم يشتغلوا مع بعضهم وشوفوا شو بيعملوا. اللعب التقنية بيناتهم بتتم يعني الحوار بين مجموعة آلات عم يعملوا بس مثل شيء مصاحب ل يعني شيء ثالث يعني ثانويته بتكون الدرجة الثالثة. وهلا شو حصير يعني بس نحكي عن شي كونشيرتو مش دقينا غنية ولحنيها وحدا وزعنا إياها. أحسب هيك بتاخد سنتين كتابة هيك أعمال. بصراحة بدي أقول كتير فينا نحكي عن هذا الكونشيرتو بس بدي أقول عن الكودة اللي أنا زعلني كتير وقتها موضوع إنه قال شو ناقد صحفي لبناني مشهور كتير كان يكتب بإذاعة عنا بلبنان وبيحبوا فنان لبناني كتير 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 منيح. وصل لي وعرفت انه تنزلت الاسواني هاي
كونشيرتو البيانو وكونشيرتو البيانو خمسة بروكوفيف بنفس الأسطوانة. ما لقينا شيء نكتب عنه كونشيرتو البيانو لعبدالله المصري، ما في شيء، ما لقينا في شيء. يعني هذا الموضوع لو من إنسان ما نصب حاله ناقد أوكي، بس نصب حالك ناقد وما تلاقي في شيء، ما أنت ما بتفهم بشيء. وعد واجهته لهذا الشخص ببث مباشر مرة وقلت له أنت فعلا ما سمعت العمل، أو إذا سمعته ما قدرت تفهم منه شيء. أول ما شغلي بالنسبة لهذا العمل أنه أنا أعمل كادانس اللي هي من صفات الكونشيرتو. عادة الكادانس بيطلع البيانيست وبيعزف بارتجال لحاله. الكادانس اللي اجت باخر الشغل كانت على البيانيسيمو، اشتغلت كل الاوركسترا مثل ما قلت له لرامي على الوتريات عم بيعملوا كولين، يعني عم بيطرقوا على الاوتار باشكال ايقاعيه منظمه بس مكتوبه. مناخ سمعي له عطر غريب عجيب، بنفس الوقت في ميلودي مكون من ميلوديا، مش مكون من هارموني، مش مكون من اكورديت، مش هو لحن ميلودي واحد. هذا الشيء ما كانش موجود ابدا 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 بكل اعمال كونشيرتو البيانو بالعالم. اذا ما لقى شيء يكتب عنه كان ممكن يكتب عنها. هذا الطريقه هذه اللي هي تعبتني لحتى انه ينتهي العمل بشيء. يعني انا اكون سعيد فيه كثير صراحه. رح احاول سمعكم شويه من هذا الكودا اذا قدرنا، اذا قدر الصوت يوصل لعندكم بشكل معقول. بس شوفوا الكودا هيك فيها، هذه الكودا اللي فيها البيانو بيطلع كانه عم يستعرض لكن بطريقه غريبه عجيب، فيها اقتصاد، فيها لحن واحد، يعني كانه على البزق عم يعزفها، وبنفس الوقت الاوركسترا كلها عم تشتغل معه، والعدد الكادانس بيكون هو بدون اوركسترا. سجلنا العمل، كان رامي يروح لعند بيت هاني السبليني وست أمام الخليل ويتمرن هناك، وأنا كنت حاول من أمام أعرف يا أمام عم يتمرن رامي، قال لي والله عم ياخذ ورق وفوت لجوا بالأوضة عم يشتغل. أوكي. بعدين رحنا سفرنا على أوروبا، على روسيا تنسجل الكونشيرتو، وعلى أساس أنه قلت أنا يعني بالنهاية شو ما يطلع معنا يطلع، ما بعرف شو حيطلع اساسا. بس لحتى تطفي هي، قلت يلا تنشوف شو بيصير يعني. بس وصلت
رحنا على جمعية المؤلفين الروس، أنا هناك عضو فيها، وأخذنا غرفة فيها جراندي بيانو جراند ريال سموه بالروسي، وبلش رامي قالت عدا سمعك فات وبلش يوسف. بس ابتدى البداية أنا يعني انصعقت، كنا بهالرحلة كان هاني السبليني معنا، كان بشار خليفة، وكنت أنا، وكان ابني يانس مرات يطلع علينا، كان عمره 9 سنين. انصعقت، قال لي شو عندك؟ قلت له ما عندي شيء، مش قادر افهم اساسا انا شو بدي اعطيك ملاحظات، يعني انا جاي مرعوب. وهلا تفاجئني بس وقت لفتنا على التسجيل، الاوركسترا والموسيقيين والمايسترو مهندس الصوت ما شوفن الا بحاله يقولوا لي شو هذا، شو عم يعزف هذا؟ يعني اول شيء عزف بروكوفيف، بعدين عزف الكونشيرت. كيف يعني كيف الامكانيات هذه؟ شو العبقريه هذه؟ وطبعا كانت ذكريات، برغم انه نزل اسواني بطريقه ما عجبتني انا، كان ممكن تكون انا لي شويه مطلب اقوله وجود بالتغليف او بشكل اسواني افضل، مكون من وراء عبدالله المصري كونشيرتو للبيانو. كونشيرتو للبيانو هذا تقدم عدة مرات، رامي خليفة على طول، حدا غير رامي خليفة. عزفنا بقطر مرة، عزفها بفرنسا مرتين، عزفها بليفربول بموسكو، عزفناها ببيروت مع لبنان بعلبك، كانت رائعة. مايسترو لبنان بعلبك ورامي يعني عملوا شيء ما بتخيف انه بلبنان في شيء، لا يعني كانوا نار. لبنان مايسترو يعني بكل شيء بداخله، هيك شخصيته الهادئه هيدا بتغش كثير، بس هو انفجار، بس يعني بس ماسك الاوركسترا مثل يعني شادد 100 واحد وراكد فيهم ولا ممنوع حدا، شيء رائع، كان رائع. ومحافظ على طبعا على القارب للكونشيرتو بشكل كتير رائع. بدي اقول لكم انه نحكينا كتير عن الكونشيرتو، وانا ما بعرف اذا اطلع بعد احكي عن موسيقتي او عن موسيقى غيري كمان، او ما بعرف، او حتى عن الموسيقى العربية، لانه كمان بكتب انا موسيقى عربية مرات ما بقدر. بقول لكم شكرا انكم اللي سمعني واللي بيسمعني كمان بشكر كتير.